جاء بيتسو موسيماني، بدأ العمل بيتسو موسيماني على وجه السرعة، دخل على طول من الدار للنار في نفس يوم وصوله، دخل الملعب كان طبعا بتحيطه اهتمامات إعلامية كبيرة جدا. تاني يوم لعب ماتش المقاولين. طيب الآراء العامة بعد ماتش المقاولين عاملة ازاي؟ نشوف الكابتن أحمد شوبير ورأيه في أداء الأهلي مع بيتسو موسيماني في مباراة المقاولين. الاهلي النهارده قدم عرض هايل، الاهلي النهارده غير الصوره تماما، فاز على المخلول العرب بهدف من ضربه جزاء لعمرو السوليه في الدقيقه 40 من احداث اللقاء. لكن كانت المفاجاه انه مدرب بعد 24 ساعه فقط لا غير بيغير من طريقه اللعب، بيغير من اسلوب اللعب، بيغير من الستايل بتاع النادي الاهلي. اللعيبه النهارده معظمهم في حاله فنيه وبدنيه ومعنويه عاليه جدا، الكل عايز يثبت وجوده. سريعا جدا بتظهر بصمات الراجل، بتظهر طريقه لعبه، واعتقد سريعا جدا بيكسب ثقه جمهور النادي الاهلي، خاصه انه بيلعب مع رابع الدوري العام المقاولين العرب. المقاولين فريق تقيل، فريق لا يستهان به، عامل موسم رائع، حقق نتائج رائعه في الدور الثاني، كسبان زمالك، لسه كسبان الماتش اللي فات 6-0، عامل يعني شو اكتر من رائع. بدايه بتدي ثقه لجمهور الاهلي، بتدي ثقه للمدرب موسيماني نفسه، وكمان بتدي ثقه لمجلس الاداره في اختياره باذن الله. ده راي الكابتن احمد شوبير. طب راي بقى خبير الخبراء دكتور طه اسماعيل، وخاصة عارفين حضراتكم مدى حماسه لريني فايلر في الأول وتزكيته، ثم ملاحظاته اللي كانت شديدة جدا، وكان في رأيه إنه الراجل كفاية لغاية كده. هل الدكتور طه اسماعيل شايف بداية تجربة موسيماني إيجابية ولا إيه؟ نشوف. كي لا نبالغ في الإطراء على المدرب، هو مدرب رائع وأنا يعني تمام مفيش شك. نعم. لكن هو ما تم هو إن هو حط النادي الأهلي في التراك الصحيح اللي صحيح كان بيلعب بيه. صحيح. قبل كورونا كان النادي الاهلي بيلعب بهذا الشكل، ضغط، استحواذ، كل ده كان بيتم. مظبوط. يمكن الفارق بان اللي عمله النهارده عن ما كان بيتم بعد كورونا مع فايلر، والفرقه طبعا كانت بتأدي اداء غير جيد، لا استحواذ ولا ضغط ولا اي حاجه. فهو رجع نجح في الفتره الصغيره دي ان يقنع اللعيبه بان هم يرجعوا لهذا اللي هو عباره عن ايه؟ الضغط، الاستحواذ الجيد، تقليل المساحات، ايقاع اللعب، تغييره من ان لاخر، بدايه الهجمات من الخلف بشكل جيد، المحافظه على الكوره في معظم الاحيان، وخلق الفرص اللي تمت. ده هو ما تم اللي عمله، يعني رجع النادي على التراك الصحيح. تمام. انا شايف انه المشروع اللي هو عامله الان للفتره اللي جايه مشروع رائع جدا، وهو قاله سرده قدام الناس. نعم. ان انا عايز اوصل بلعبتي سلام الى بطوله افريقيا الاساس. نعم. عندي الكاس ايضا مهم، لكن الاهميه الكبرى لمباراه افريقيا. الحاجه الثانيه ان انا عايز ازاي ان انا يعني اعمل موائمه بين الاداء في المباريات الاثنين الباقيه. نعم. وبين ان انا احافظ على اللعيبه. نعم. ارفع لياقه بعض اللاعبين زي كهربا وزي حسن الشحات اللي هم قليل شويه. نعم. وفي نفس الوقت بعمل نتيجه كويسه واحافظ على اللعيبه عشان يوصلوا الى مباريات افريقيا وهم في حاله بدنيه جيده، ويبقى كل اللعيبه سلام افيلابل عندي، بحيث ان انا اقدر استخدمه استخدام كويس. منطق كبير جدا اللي بيتكلم بيه، منطق عقلاني، وبيخاطب الناس على اساس مش هنبص لكل مباراه من المباريات اللي جايه ديت للنتيجه كسبت او خسرت. انا عايز اجهز لعيبه، وعايز في نفس الوقت احافظ على برض اللاعبين من الاصابات، وعايز اوصل لمباريات افريقيا وانا في كامل العدد وكل لعيبه قدامي افيلابل اقدر استفيد بيهم بشكل كويس. فانا شايف ان هو هنا بقى الحكمه. أيوة. دي محتاجه حكمه منه في التعامل في هذا الامر، ومحتاجه من اللعيبه وعي كبير جدا، لان لازم يشاركوا هو يشاركوه في افكاره. دكتور طه طبعا يعني بسرعه قدر يلمس ايه اللي قدر يعمله موسيماني بسرعه، انه رجع الفرقه لاسلوبها ان هي الانتشار والحركه بدون كوره، الضغط على الخصم، التمركز السليم، وبعدين انتقل الى انه له مشروع الفتره اللي جايه عشان هو بيفكر في افريقيا، انه يعمل تدوير ويريح اللعيبه عشان الاصابات. كل ده احنا متفقين معاه، لان ما فيش واحد هيغير الدنيا في يوم وليله، انما هو بسرعه قدر يرجع الفريق لاسلوب كلنا لمسنا ان كان في استحواذ وكان في متعه في مباراه المقاولين. لكن نفس موسيماني في المؤتمر بتاعه
على عكس ناس كتير جدا شايفين ان اللياقه البدنيه بتاعت النادي الاهلي هي افضل من الفرق اللي بيلعبها، لكنه هو شايفها لسه مش دي اللي تخليه يقدر يطمئن افريقيا، عايز يشتغل على، ودي نقطه ايجابيه جدا انك تحط ايدك على العيوب وتبتدي تعالجها. ولكن عماد متعب صاحب الراي الواقعي نسمعه. واحنا كمان راضيين، يعني احنا كمان راضيين، احنا كمان راضيين على الاداء النهارده، اداء جيد، بدايه جيده. طبعا الحكم على المدير الفني في اول مباراه وبعد يومين من التدريب بيبقى صعب جدا، لكن في ملامح، في حاجات باين لنا، في شكل واضح. يعني يمكن احنا اتكلمنا دكتور طه اتكلم قبل المباراه ان الاستحواذ مهم جدا، النادي الاهلي استحوذ النهارده. قالوا الكابتن طه بالظبط ولا حصل بالظبط؟ استحواذ مهم، النادي الاهلي استحوذ النهارده، بدا الهجمه من تحت بشكل جيد جدا. هو يقدر يقول للعيبه خطوط عريضه اللعيبه تنفذها في الملعب، انه يعني هو ما يقدرش يغير في الشكل 180 درجه، لكن يقدر يقول للعيبه هنعمل ضغط النهارده، فده اللعيبه هتقدر تعمله. يقدر يقول للعيبه ان احنا نقدر نبني الهجمه من تحت، ده اللي عمله. يمكن النادي الاهلي استحوذ الشوط الاول بالكامل على الـ على الـ على الـ على الشوط الاول بالكامل. هو قال احنا درسنا فريق المقاولين، فريق المقاولين بيعتمد على السرعات واللعيبه المهاجمين اللي عنده، لانهم عندهم سرعات عاليه جدا. مهم جدا ان انا اقابل ده، ان انا اضغط على لعيب نص الملعب، ما اديش مساحه ان الكره تتعمل في خط ظهري. يمكن اتعملت مره في الشوط الثاني او مرتين، لكن كاجمالي النادي الاهلي ادى مباراه جيده، مش احسن حاجه لكن مباراه جيده، طلع بالغرض الاساسي منها هو الفوز. لان مهم جدا المدير الفني اول مباراه ليه لما يبدا بمكسب بتبقى نفسيا ومعنويا بالنسبه له وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للاداره والجماهير بتبقى حلوه، يعني ماشيه. موسيماني داخل على اصابات كتيره جدا جدا جدا، يعني في لعيبه مهمه ومميزه مصابه، دي تالت حاجه. هو الاهم فعلا دوري ابطال افريقيا سيم فاينل والكاس، دول مهمين، بس دوري ابطال افريقيا هو الاهم بالنسبه لموسيماني وبالنسبه للنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عقلاني جدا في كلامه، قال ان احنا في مشاكل في خط الظهر. طبعا في مشاكل في خط الظهر، هيبقى في لعيبه هتدخل الفتره اللي جايه تبدا تعمل له الفرق مع الفرقه وتساعد مع زمايلها بشكل كبير جدا. الراجل طريقه لعبه هتبقى واضحه. انا يعني يمكن زي ما قلت لحضرتك، انا شفته واتفرجت عليه وقعدت حللت معاه. هو بيحب اللعيبه اللي بتلعب كوره، بيحب يبدا الهجمه من تحت امام اي فريق بيلعب، بيبدا الهجمه. ده كان باين للنادي الاهلي. النادي الاهلي يعني احنا بنشيد مثلا بدجل لما بيبدا الهجمه من تحت وبيستحوذ، بنشيد بالمقصه. فبالك لما النادي الاهلي يعمل ده كابتشوبير بامكانياته وخبرات لعيبته ونوعيه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، على ما اعتقد ان لو عمل ده مفيش فرقه هتقدر تنافسه، لانه هيبقى مميز بشكل كبير جدا.